الحمد لله دلوقتي على كل شيء، وده قدر ربنا. ويعني اقول لك ايه ولا ايه، يعني على المعاناة اللي شفناه، يعني الكلام ازاي الشوف. طبعا شفنا معاناة كتير قوي وتعذبنا كتير قوي، صواريخ، ما بننامش، طيران، طيران حربية، كل حاجة شفناها. ده يعني احنا متنا مليون مرة، مش مرة، احنا كل يوم بنموت، كل يوم بنتعذب. بس هنقول ايه؟ لكلمة حسب الله ونعم الوكيل على الاسرائيليين اللي دمروا شعبنا ودمروا ارضنا وخلوا ارضنا دمار. يعني مش عارفة اقول لك ايه، والحمد لله على كل شيء. احكي لنا بقى تفاصيل الحياة اليومية أثناء الحرب معاكم والإعتداء اللي الجيش الإسرائيلي عليكم، وعندنا تفاصيل كتيرة بقى من داخل القطاع لحد لسه راجع من هناك. والله احنا رجعنا الحمد لله، ما كناش اللاج اللقمة ناكلها، منعوا علينا كل حاجة. المعاناة دي، المية، الأكل، الشرب، ما كانش فيه أي حاجة. كنا نشتهي اللقمة نشوفها ونموت بعينينا، وحاجات كتير. والله الواحد هيقول ايه، يعني ايه اللي اصعب الاوقات اللي مرت عليك يا رب؟ الطيران لما كانت تضرب علينا، الصواريخ كنا نشوف الصواريخ تضرب علينا واحنا نشوفها، الأشواق، الموتى اللي نشوفها متقطعة، نشوف الموت بعينينا، نشوف الموت، الأطفال المرمية على الأرض نصوت منها، نشوفها متقطعة لرجلها واللي راسها، واللي الحاجات كتير نشوفها. يعني مش عارفة الواحد يقول ايه. ابن حضرتك الصواب أثناء الحرب من الفوسفور؟ ايوه، من البرمودو علينا، الفسفور ده اثر على ابني من دماغه من ورا. طبعا ريحه الصواريخ والضرب ده اثر على عيالي كمان، لانه برضو عيالي بالليل بيصوتوا، بنجزهم من نومهم دلوقتي. يعني دلوقتي ابني رامي ده بيصوت بالليل، ما بردوش ياكلوا دلوقتي كمان. معاناة كتير أوي يعني بين عيالي. أصعب وقت مر عليكي كنت خلاص فقدت الأمل فيه للعودة تاني للأرض المستوية؟ أنا ما توقعتش إن أصلا أروح سلمى، يعني برضو كله بيد ربنا، الحمد لله من عند ربنا إن روحنا بالسلامة، الحمد لله على كل شيء. بس دلوقتي برضو إيه، قلقانة برضو على أهلي. يعني أنا روحت بس أنا مش مرتاحة نفسية برضو، لأن أهلي برضو هناك، برضو معاناة بتاعتهم برضو. يعني مش عارفة أقول لك إيه، أنا لولا عيالي أنا كان ما روحتش، بس أنا عشان عيالي هم أنا روحتهم. حد من الأسرة استشهد أثناء الحرب؟ في قرايبي، خالتي كنتها، وولادها، وولاد عمي برضو، عم بابا كده يعني، برضو استشهدوا. عيلة برضو عيلة كاملة كاملة، برضو، عيلة كاملة. عملة كلمة برضو استشهدوا. الأكل كان إزاي عندكم والتعامل من الجنود لا، الأكل الإسرائيلي؟ ده، الأكل ما كناش نشوفه خالص، الكهرباء دي ما نشوفهاش نهائي، المية دي نشتهى نشوفها، مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش كانت أي مية حاجة. واضحة فعليا في الصدور. إن شاء الله مية، أي حاجة بس نلاقيها، ما كناش نلاقيها، حتى الملحة ما كناش نلاقيها.